بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. أهلا بكم أعزائي طلبة الصف الثامن في درس جديد من دروس مادة التربية الوطنية، والذي سوف نتحدث به عن السلطة القضائية. بدأنا وحدتنا الأولى وتحدثنا عن السلطات الدستورية في الدولة. تحدثنا عن السلطة التنفيذية وعن السلطة التشريعية، واليوم درسنا هو عن السلطة القضائية. عزيزي الطالب، عندما تحدثنا عن السلطة التشريعية قلنا بأنها تناط بمجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان والملك، وبأن أي سلطة تشريعية تمارس وظيفتها من خلال وظيفتين أساسيتين هي الوظيفة التشريعية والرقابية، وبأن العلاقة ما بين مجلس الأعيان ومجلس النواب هي علاقة تكاملية، فكل مجلس يعد شريكا دستوريا للمجلس الآخر. وعند حديثنا عن السلطة التنفيذية قلنا بأن السلطة التنفيذية تسمى باسم الحكومة، وهي هيئة مستقلة تشرف على أحوال الشعب وإدارة شؤونه وعلاقات أفراده، وتتكون من رئيس الحكومة ووزرائه ومستشاريه ورؤساء الأجهزة المختلفة. وتحدثنا عن بعض من وظائفها، أبرزها إعداد مشروع الموازنة العامة ومتابعة تنفيذ القوانين والأنظمة. ثم انتقلنا وتحدثنا عن العلاقة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بأن كل واحدة تحترم مهام السلطة الأخرى واختصاصاتها، فالتشريعية تشرع القوانين وتراقب أداء الحكومة، والتنفيذية تتولى إدارة وتيسير أمور الدولة. اليوم إن شاء الله سوف يكون درسنا عن السلطة القضائية. الأهداف الرئيسية لهذا الدرس: يعرف الطالب مفهوم السلطة القضائية وأهدافها ومفهوم المجلس القضائي ومبادئ النظام القضائي في الأردن والمحاكم وأنواعها، ويعرف مبدأ الفصل ما بين السلطات. أولا، مفهوم السلطة القضائية. تعرف السلطة القضائية بأنها سلطة مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها. من الذي يتولى السلطة القضائية؟ المحاكم. أنت عندما تشير إلى السلطة القضائية فإنك تذكر المحاكم. كيف لما أشرنا إلى السلطة التنفيذية ذكرنا الحكومة؟ لما نشير إلى السلطة القضائية نذكر المحاكم. وتصدر الأحكام وفق القانون وباسم الملك، أي حكم تصدره ليس من أهواء القضاء بل وفق القانون، القانون الذي لا يخالف أحكام الدستور وباسم الملك. فالسلطة القضائية في الأردن هي سلطة مستقلة كباقي السلطات الأخرى، وتصدر أحكامها كما ذكرنا وفق القوانين المعمول بها في المملكة. طيب، حاليا بدنا نتعرف على أهداف السلطة القضائية. السلطة القضائية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تنعكس بصورة إيجابية على أمن الدولة واستقرارها. من أهم أهداف السلطة القضائية إقامة العدل ما بين المواطنين، وحيثما كان العدل كان الأمن والاستقرار. فجميع السلطات تسعى في الدولة إلى إقامة العدل، إلا أن المسؤولة عن تحقيقه من خلال إقامة المساواة هي السلطة القضائية. 2. النظر والفصل في المنازعات المعروضة أمامها وإصدار الأحكام. هلأ بتصير منازعات ما بين المواطنين، هاي المنازعات مين اللي بيحلها؟ مين اللي بنظر فيها؟ اللي بنظر فيها اللي هي السلطة القضائية من خلال المحاكم على اختلاف أنواعها، وهي اللي بتصدر الأحكام في هاي المنازعات وفقا لأحكام القانون التي لا تخالف الدستور. 3. الحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته. من واجب السلطة القضائية إنها تحافظ على حقوق المواطن. الحقوق هي لصيقة بذات الشخص، هاي الحقوق مثل حقه في الحياة، حقه في التعلم، حقه في الأمن والاستقرار، حقه في المسكن. مين المسؤول عن الحفاظ على هاي الحقوق؟ هي السلطة القضائية.
أيضا مكتسباته، أمواله، جميع ما يملك، السلطة القضائية مسؤولة عن الحفاظ على هذه المكتسبات. أربعة، إرساء قيم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص. السلطة القضائية من واجبها تحقيق المساواة ما بين الجميع، تطبيق القوانين على الجميع، فهي بدها تحقق المساواة والعدل، وبدها تحقق مبدأ تكافؤ الفرص، لأنه الجميع سواسية أمام القانون، وأي فرصة موجودة في الدولة يحصل عليها الجميع طبقا لمبدأ تكافؤ الفرص. طيب الآن نتحدث عن المجلس القضائي الأردني، والذي يمثل قمة هرم السلطة القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية. والمجلس القضائي هو صاحب الصلاحية القانونية في الإشراف الإداري على القضاة النظاميين في المملكة. هذول القضاة اللي بيكونوا في المحاكم، القضاة اللي بيحكموا علينا، مين المسؤول عن الإشراف عليهم؟ اللي هو المجلس القضائي، هو صاحب الصلاحية القانونية في أنه يشرف على هؤلاء القضاء النظاميين. أيضا المجلس القضائي من وظائفه تطوير الجهاز القضائي، هو المسؤول عن تطوير الجهاز القضائي، أن يصبح الجهاز القضائي مواكبا لمستجدات العصر. أيضا المجلس القضائي هو الذي يقدم الاقتراحات التشريعية المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وإجراءات التقاضي. هلأ السلطة التشريعية صحيح إنها هي اللي بتشرع القوانين، لكن حكينا إنه من وظائف السلطة التنفيذية اقتراح مشروعات القوانين وعرضها على مجلس الأمة. تمام؟ برضو السلطة القضائية من مهامها اقتراح مشروع قانون متعلق بالقضاء، متعلق بالنيابة العامة، متعلق بإجراءات التقاضي، حتى تسترشد بها الحكومة وتعد مشاريع القوانين. إذن كما ذكرنا، نعيد مرة أخرى بأن من وظائف السلطة التشريعية تشريع القوانين، ولا يعتبر أي قانون ساري إلا إذا وافق عليه مجلسي الأعيان والنواب. تمام لحد هون؟ حكينا بالدرس الثاني بأنه من وظائف السلطة التنفيذية تنفيذ القوانين واقتراح مشروعات القوانين للسلطة التشريعية. برضو من وظيفة السلطة القضائية الثالثة اللي بناخد عليها اليوم إنها تقترح مشروع قانون وتقدمه للحكومة، حتى هاي الحكومة تساعدها في إعداد مشاريع القوانين التي تخص المحاكم وإجراءات التقاضي والنيابة العامة. طيب الآن بحكي لنا إن وزارة العدل تمثل وزارة العدل الجهاز التنفيذي للقضاء لنظام القضاء الأردني، ولوزارة العدل مهام الإشراف الإداري على المحاكم جميعها. بدنا نشوف ما هي مبادئ النظام القضائي. النظام القضائي في الأردن بيقوم على مجموعة من المبادئ، أهمها استقلالية القضاء، فالسلطة القضائية كما ذكرنا والمحاكم مستقلة، لا تخضع إلا لسلطان القانون، وليس لأي جهة أخرى الحق في التغول عليها أو التدخل بها. 2. المساواة أمام القضاء، السلطة القضائية مسؤولة عن تحقيق المساواة، فمن أهم مبادئها المساواة، الجميع سواسية أمام القانون، لا فرق بين غني أو فقير، لا فرق بين مسلم أو مسيحي، لا يوجد فروقات، الجميع داخل الدولة يطبق عليهم قانون واحد. 3. علانية الجلسات، تكون الجلسات في المحاكم علنية إلا إذا قررت المحاكم أن تكون سرية مراعاة للنظام العام، ففي بعض الحالات تستوجب بأن تكون المحاكم سرية لضمان سير العملية. طيب الآن سوف نتحدث عن المحاكم. المحاكم هي الجهات التي تتولى مهام السلطة القضائية في الأردن، والمحاكم كما ذكرنا جلساتها علنية ومصونة من التدخل في شؤونها. إذا جلساتها علنية وهي مصونة إنها تتدخل فيها أي جهة أخرى، إلا
إذا قررت المحاكم بأن تكون جلساتها سرية. طيب إذا مرة أخرى، المحاكم هي الجهات التي تتولى مهام السلطة القضائية. السلطة التنفيذية مين بتولى مهامها؟ اللي هي الحكومة. السلطة التشريعية مجلس الأمة. طب السلطة القضائية المحاكم هي اللي بتتولى مهامها، وهي مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها. مصونة شو يعني مصونة؟ يعني محمية، إنه أي حدا يتدخل في شؤونها. هلأ المحاكم جلساتها إيش مالها؟ علنية، لكن بعض الجلسات بتكون سرية مراعاة للنظام العام. طيب الآن أنواع المحاكم: المحاكم النظامية والمحاكم الدينية والمحاكم الخاصة. ننتقل الآن ونتحدث عن مبدأ مهم ما بين السلطات الثلاث من تشريعية وتنفيذية وقضائية. المبدأ هو مبدأ الفصل ما بين السلطات. هذا يعد من أهم المبادئ الدستورية التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية. في الأنظمة الديمقراطية يكون هناك فصل ما بين السلطات، أما في الأنظمة الدكتاتورية التي لا تتبنى الديمقراطية يكون تغول وتدخل ما بين السلطات. هذا المبدأ يهدف إلى ما يلي: 1- تنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث. أنا هون لما أنا بحكي إنه السلطات مفصولة عن بعضها البعض، بنظم العلاقة فيما بينها، ما بتتغول السلطة على الثانية. 2- عدم تعدي واحدة على الأخرى بحيث يستقل كل منها في مباشرة عمله. ما في واحدة بتيجي بتتعدى على الثانية، كل واحدة بدها تستقل في مباشرة عملها، ليس لأحد الحق في التدخل بها. مثلا كي شو وظيفة كل سلطة؟ السلطة التشريعية حكينا تشرع القوانين وتراقب السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية تتولى الحكم والإدارة وتيسير أمور الدولة ضمن حدود القوانين. السلطة القضائية وظيفتها تطبيق القوانين على العدالة. فإذا العلاقة بينهم هي علاقة تكاملية تشاركية، جميع هذه السلطات تهدف إلى تنظيم الدولة بدون أن تتدخل أي سلطة بأي سلطة أخرى أو تتغول على مهامها ووظائفها. هكذا نكون قد انتهينا من درسنا والذي تحدثنا به في السلطة القضائية عن مفهومها. فمفهومها هي السلطة التي تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر الأحكام وفقا للقانون. أهداف السلطة القضائية: إقامة العدل، الحفاظ على حقوق المواطن، إرساء قيم النزاهة والمساواة. مفهوم المجلس القضائي: ذكرنا بأن المجلس القضائي هو قمة الهرم في السلطة القضائية، وهو صاحب الصلاحية في الإشراف الإداري على القضاة النظاميين في المملكة. مبادئ النظام القضائي: تقوم هناك السلطة القضائية على مجموعة من المبادئ: استقلالية القضاء، المساواة أمام القضاء، وعلانية الجلسات. المحاكم وأنواعها: المحاكم هي اللي بتمثل أو اللي بتتولى مهام السلطة القضائية. أنواعها: نظامية ودينية وخاصة. بعدين انتقلنا إلى مبدأ الفصل بين السلطات، وهو مبدأ مهم في الأنظمة الديمقراطية يهدف إلى تنظيم العلاقة ما بين هذه السلطات وعدم تعدي واحدة على الأخرى. الواجب المطلوب منك عزيز الطالب هو السؤال الأول والثاني، صفحة 25. ويعطيك العافية. هكذا نكون قد انتهينا من الوحدة الأولى والذي تحدثنا بها عن ثلاث سلطات في المملكة الأردنية الهاشمية، وهي القضائية والتشريعية والتنفيذية. إلى لقاء في وحدة جديدة إن شاء الله نتحدث بها عن مجموعة من الأمور التي تخص العيش المشترك، منها احترام التنوع والاختلاف ونبذ التعصب والتميز، كما سوف نتحدث عن درس ثالث ألا وهو نبذ التطرف والعنف. إلى لقاء في درس جديد إن شاء الله.